سفيان بن فرحات باش نجيو لشهادتك باكثر تفاصيل. اما المشكله مشكله الطياره معناها فسرنا تو المشكله اللي ربما في الوفد انه ما رجعش بالوليدات هذوما شنو؟ هي مشكله الطياره. لا هي هو ثم نوعيتين من التوانسه اللي موجودين غادي ثلاث انواع. ثم نوعيه من التوانسه اللي دائما اسمه ملطخه بالدماء اللي شفنا منهم 16 في مركز شرطه كفر السوسه في دمشق. في محافظة دمشق في وسط العاصمة. 16 ليست أيديهم ملطخة بالدماء. هذوما تشدوا. 16 ليست أيديهم ملطخة بالدماء، لكن فما قائمة لأنه احنا ساعة باش نقول لك كي وصلنا لبيروت نهار الأحد اللي فات، السفارة التونسية جات وعطاونا أرقامهم والأشخاص اللي مكلفين باش يتابعوا الملف، والسلطات التونسية إيزون رياجي بوزيتيفمون. عطاو قائمة فيها 43 تونسي. هما عندهم 88 تونسي مسجونين قالوا. منهم 20 في قضايا حق عام، حكاية شيك وحكاية طول في الإقامة وحكاية تعارك مع واحد وغيره، ومنهم 68 يقولوا مشدودين معتقلين في قضايا إرهاب. كلهم. جابوا منهم 16، جاوا 20 عائلة، شافوا منهم 16، شافوا أولادهم. ال 16 هذم هما داخلين سوريا، جايين للقتال للجهاد. ومنهم واحد كان مشدود في قضية سليمان، شد 36 حبس، ومن بعد صار نفس العملية. ولا ولد السيد اللي مشى قال نتاع حفظ القرآن في بنغازي، قال روحوا غاديكا شدوهم السوريين. السوريين قالوا احنا مستعدين نسيبوهم. لكن السوريين حطوا شروط باش يسيبوهم. من نهار 3 جوان ثم اتفاقية تصحت بيان مشترك من أجل حقن الدماء ونبذ الكراهية والعنف. بين المجتمع المدني التونسي التشكيلات نتاعو والمجتمع المدني السوري صحوه. من الاول العمليه كلها مدنيه لو ما دخلوش فيها السلطات الا عن طريق المجتمع المدني السوري. اللي هي فيها الموقعون المؤسسون، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، المركز السوري لضحايا العنف والارهاب، الهيئه الوطنيه للمحامين التونسيين كانت ممثله، دار محجوب الخيريه، جمعيه اغاثه التونسيين بالخارج تاع سي باديس كوباك جيل المدرسه، اتحاد التونسيين المستقلين من الجمهوريه ومراسلون احرار. عملوا الاتفاقيه هذه، قالوا عندنا ثلاث انواع، عندنا النوع اللي يديهم اسمه لطخه بالدماء مستعدين نسلموهم للسلطات التونسيه. هذا اش قالوا؟ ما ينجموش يسلموهم دون لا ناتور، يقولوا برا حوس مش لدمشق ولا مش لبيروت، هي كي يرجع يقاتلوا. وثم التوانسه اللي قاتلوا غادي، قالوا اذا كان يلقيوا السلاح احنا مستعدين نعملوا لهم محاكمات عادله وينجموا يعديوا حتى العقوبه الباقي في تونس. وثم التوانسه اللي ماتوا غادي وبدلناتهم عند السوريين، قالوا احنا اذا كان لقاو اليه باش نعطيه عن طريق الصليب الاحمر حتى الجثث بتاعهم لاهاليهم باش يفرقوهم نعملوهم. المشكله وانه في البدايه السلطه التونسيه ما ثم حتى سينيال، وبدات حتى حمله نتاع شيطنه نتاع الوفد اللي مشى، علما نحن صحفيين اللي مشينا شاهدين احنا تروازيام كومباتون، اما الجمعيات هذه فيما بينها. ثم فيما بعد السيد مستشار السيد رئيس الجمهوريه سي الهادي بن عباس خذا موقف وقال اي تونسي نجموا نستلموه، واحنا ما عندناش علاقات مع سوريا ونجموا ناخذوه عن طريق الهيئه الدوليه للصليب الاحمر الهلال الاحمر الدولي. ثم تحدث سي حسين الجزيري قال لي ما فيها باس، ثم امكانيه باش نتعاملوا معاهم. سي حسين الجزيري كان يتلفن مرتين وثلاثه في النهار يتكلم غاديكا الناس اللي موجودين وخاصه زهير لطيف باعتباره هو ينسق في العمليه. ثم فيما بعد سي عثمان الجرندي قال علاش لا المجتمع المدني ينجم يحل المشكله. اليوم اللي صار السوريين قالوا قعدوا ثلاثه ولا اربعه توانسه غاديكا اللي هما زهير لطيف وزياد الهاني وقعدت زاد دليله بن بر هذوك قالوا لهم لازم انتم تولوا تكلموا باسم العائلات هذيا، بعثوا لهم توكيل لتونس مشاو صحوه اليوم العشيه في سيسال فلاك يفكسيوه الليله. والخارجيه التونسيه قالوا ما نراوش منع، معناها السلطه التونسيه على روبوندي. وانتم قلتوها كي نهار في البلاتو سمعتكم تتكلموا سفيان وباديس كان معك نهار الجمعه وغيره، وقلتوا ليتا تونسيان دوا انترفيني بقطع نظر على المعطيات الاخلاقيه، علما وانه تونس وسوريا تربطهم اتفاقيه تعاون قضائي في الماده المدنيه والجزائيه عام 80، وانه اتفاقيات التعاون القضائي اخلتها عام 2006 وعندهم اتفاقيه حتى نتاع تسليم المجرمين. بالنسبه لايديهم غير ملطخه بالدماء السوريين قالوا هذايا، ثم احنا قاعدين قالوا لنا راهو باش يجي سي فيصل المقداد المسؤول السوري الوحيد اللي هناه اللي هو نائب رئيس وزير الخارجيه واللي كان يمثل في الامم المتحده، وقرا البيان هذا وحكى فيه على ثلاثه حالات. الحاله الاولى نتاع التونسيين المقيمين في السجون السوريه قال احنا مستعدين ان نسيبهم استعداد لتسريع اجراءات تسليمهم للسلطات التونسيه ذات العلاقه وفقا للانظمه والقوانين المرعيه وباقصى سرعه، شرط التزام الموقوفين بالتعهد القانوني بمقاضاه وطنيا ودوليا وتقديم شكوى لدى مجلس الامن والامم المتحده والمنظمات الدوليه لكل من ساهم كما قالك في هزانهم طبقا لقرار مجلس الامن 1373. بالنسبه للجثث قالوا كيف كيف، والمقاتلين قالوا يرموا السلاح ونعملوا اليات نتاع محاكمه عادله ونجموا عندي العقوبات في تونس. وبالنسبه للحق للجاليه التونسيه موضوع اخر نرجعوا له مره كان تحب، الوضع المأساوي قالوا احنا باش نتكفلوا به.